ان شاء الله انا انه بتمنى انه يجي يوم وماريتا بنتي تزور المغرب وتغني على مسارح المغرب، لانه اهل المغرب يعني ذواقين وبحبوا الفن العربي والاصالة العربية، فان شاء الله يجي يوم ونتلاقى ونكون مع بعض بالمغرب بمهرجانات المغرب. بتمنى لسعد المجرد تكون أزمة وبتمرق، وإن شاء الله يا رب هالغيمة بتكون غيمة وبتعدي. وسعد فنان عربي اليوم نحن منعتز فيه ومنفتخر فيه، لأنه بقدر ما هو مغربي هو لبناني وعربي بشكل عام. أنا بحبه كتير، بحب صوته كتير، بحب أعماله لأنه فنان متطور وناجح وأعماله معاصرة، وما بيستاهل سعد إلا كل الخير. إن شاء الله يا رب إنه هالمؤامرة بتنتهي وبيرجع سعد لجمهوره، لحبيبه، لأهله، للمغرب الحبيب بصحة وعافية وسلامة يا رب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.